كانت رنيم قاعدة مع ياسمين في الهول وهي سرحانة بسيف، فمن ساعة ما طلع الصبح من امبارح ما رجعش على الغدا، وفضلت طول الليل منتظراها لحد الساعة 3 الصبح، ولما قامت الصبح ما لقتش له أي أثر، فهي اشتاقت له، اشتاقت لهزارهم سوا، لأغاثته ليها، وافتقدت دراعه اللي كانت بتحوطها بحماية وهم على فراش الزوجية. ايه يا بنتي، رحت فين بكلمك؟ بتقولي حاجة يا ياسمين؟ بقولك مش عارفة اعمل ايه مع محمود، انا خلاص زهقت منه، مش قادرة استحمل بروده واهماله ليا. معلش يا ياسمين، محمود بيحبك، هو بس اللي طبعه صعب شوية. بيحبني؟ اه عندك حق، ده محمود عايش في دنيا تانية خالص، ده انا ما بشوفوش غير وش الصبح بعد ما بيرجع من غد الشلة الفاسدة الملموم عليها. طب ما جربتش ليه تكلميه؟ ما كلمتوش؟ ده ايه ده، انا ريقي نشف معاه، ده انسان ما بيحسش، بارد طوبة. قطع كلامها لما دخل محمود. اهو جت سيرته على الريحة، يا ريتنا كنت افتكرت حاجة كويسة. ضحكت رنيم عليها، ولما دخل محمود قال بحدة وهو بيبص لرنيم بغضب، ياسمين عايزة اتكلم معاكي. حاضر. لا خليكي هنا، وكمل هو بيقول لرنيم، يا ريت تهوينا كده شوية علشان عاوز اتكلم مع مراتي على انفراد. اتعصبت رنيم من وقحته، وقالت وهي بترجع لورا وجاوبته ببرود، والله انا كنت قاعدة هنا من قبل ما تيجي، لو عايز تكلم مراتك على انفراد خدها واتكلم معاها في اي حتة، القصر كبير اهو. قال لها محمود بغضب، انت هترغي كتير، بقولك غوري من هنا. محمود في ايه اللي انت بتعمله ده، عيب كده؟ سمعتيني؟ يلا غوري من هنا ولا عاوزة تتحشري ما بيننا. قامت رنيم وقالت له وهي في قمة غضبها، احترم نفسك وصوتك ما علاش عليا، انت فاكر نفسك مين عشان تتكلم معايا بالطريقة دي؟ زقها محمود على الارض، انا اتكلم زي ما انا عاوز، انت اللي فاكرة نفسك مين، ده انا دوسك بجزمتي. محمود! بلع محمود كلامه مجرد ما سمع صوت سيف، ولقى سيف عند الباب وعلامات الغضب على وشه، بلع ريقه بخوف وارتعب وسيف بيقرب منه، وكانت رنيم لسه على الأرض بتحاول تكبت دموعها في عينيها عشان ما تضعفش قدامهم. قال سيف وهو بيجز على سنانه، ياسمين خد رنيم واطلعي على فوق. قربت ياسمين من رنيم، يلا تعالي معايا يا رنيم. بصت له وعينيها بتلمع من الدموع، ليه مش عايزني اعتذر ليه هو كمان يا سبيه؟ خديها يا ياسمين واطلعوا فوق. شدتها ياسمين، ومجرد ما اختفوا عن الانظار اندفع سيف ناحية محمود وهو بيسدد ليه لكمات في وشه لحد ما نزف من انفه وبقه وهو بيصرخ، هي حصلت تمد ايديك عليها يا زبالة، عامل فيها راجل وبتتشطر عليها. وكمل وهو بيضربه ببطنه، تفعصها؟ ده ايه ده، انا اللي افعصك تحت رجلي. وبعد عنه هو بياخد نفسه، وقال محمود، بتضربني علشانها يا سيف؟ مسكه من ياقة قميصه وقال له بقسوة، وامحيك كمان من على وش الدنيا لو فكرت بس تكررها تاني. غصب عني يا سيف، لما شفتها قدامي وافتكرت اللي عملته فيك ولعبتها الوسخة ما قدرتش امسك نفسي، ده شيء ما يخصكش، مراتي خط احمر، فاهم؟ خط احمر. واحمد ربنا ان قدرت امسك نفسي قدام مراتك بدل ما كنت خليت شكلك زبالة قدامها اكتر ما انت. قال سيف كلامه ومشي وساب محمود على الارض. فضل محمود على الارض وهو بيمسح الدم من على وشه، بتكابر ليه يا ابن الدمنهوري، وعامل نفسك ان مش همك اللي عملته فيك، ده انت مدبوح ومش قادر حتى تفرفر، ومهما حاولت تمسك نفسك هتنفجر هتنفجر، وقتها بقى محدش هيشيل الليلة دي غير مراتك أم خط أحمر. وفي أوضة رنيم، حقك عليا يا رنيم، ما تزعليش علشان خاطري، أنا خلاص اتعودت على الكل يلطش فيا. ما تقوليش كده، محمود طول عمره غبي، أنا مش عارفة بس انت حبتيه على ايه، مراية الحب عمية يا بنتي، هعمل ايه علشان خاطري، ما تزعليش، أكيد سيف بهدله. سيف انت هتقوليلي؟ أراهنك إني كمان 5 دقايق بس هيدخل من الباب ويقول لي انزلي اعتذري يا رنيم، بس والله وقتها مش هسكت له. في إيه يا رنيم بينك وبين سيف اليومين دول؟ بقى كده يا رنيم يا بنت عم أمين؟ ماشي أنا ماشية. دخلت ياسمين أوضتها واتفاجئت بمحمود وهو حاطط كيس تلج على دماغه، تقدر تقولي إيه اللي أنت عملته في رنيم؟
بقولك ايه، انا مش ناقصك. لا مش هسكت يا محمود. ازاي تمد ايديك على رنيم؟ انا عارفة انك مش بتحبها، بس ما توصلش للدرجة دي. ايوة مش بحبها ولا بطيقها كمان. ارتحتي؟ وبصت لوشه اللي مليان كدمات. هو سيف ضربك؟ سيف مين اللي ضربني؟ انت اتجننتي؟ ده انا كل الحكاية اني وقعت من على السلم. حاولت تكتم ضحكتها. اعتقد بقى بعد اللي حصل ده مش هتقدر تقرب لمرات السلم تاني. مرات السلم؟ ده انت بقى قصدك تنرفزيني. افهمها زي ما تفهمها، لانك زودتها المرة دي. اوعى تفتكر اللي حصل ده سيف هيعديه بالساهل، حتى لو لخبط لك وشك. قرب منها محمود. ايه هتمد ايديك عليا انا كمان ولا ايه؟ بصلها بغضب وخرج ورزع الباب وراه. دخل سيف الجناح بتاعه، وكانت رنيم قاعدة على السرير وتلعب في موبايلها، وفضلت مكانها وتصنعت البرود وعدم الاهتمام. ولما خرج من الحمام لبس هدومه وقالت له رنيم: سيف رايح فين؟ كمل لبسه وتجاهلها: عندي شغل. شغل ايه ده بقى؟ ان شاء الله اللي بعد الساعة 10. ما يخصكيش. ماشي يا سيف بيه، قبل ما تمشي بقى عايز اتكلم معاك. لما ارجع. ترجع ده ايه؟ هو انا متلم عليك اصلا؟ خير في ايه يا رنيم؟ انا عاوزه اروح مع ياسمين، هقضي معاها يومين في عزبه باباها. لا مفيش خروج من البيت. ليه لا؟ هو مفيش حد طايقني في البيت ده، حتى انت كمان مش فارق معاك عادي او غيابي. حس بقبضه بتعصر قلبه مجرد ما سمع كلامها. يا ريت كلامها يكون صح وفعلا رنيم ما تفرقش معاه، لكن للاسف هي كل حياته، هي بالنسبه له الهوا اللي بيتنفسه، ما يقدرش يستغنى عنها حتى بعد ما عرف لعبتها هي ووالدتها. وجواه رغبة ان هو ياخدها ما بين احضانه وينسى كل حاجة جرحت كرامته وكبريائه. قالت رنيم: محتاجة ابعد يا سيف، يمكن لما ابعد. قطع كلامها وهو بيمسك دراعها بقسوة. تبعدي؟ ده على جثتي، مفيش مروح لأي مكان، انت فاهمه؟ ورماها على السرير وخرج ورزع الباب وراه. وعند دولين وهي غرقانة في النوم فتحت عينيها على صوت موبايلها. عاوز ايه يا محمود؟ حد يتصل بحد في وقت زي ده؟ انا ما صدقت اني نمت شويه. الساعه لسه 12، بطلي دراما واسمعي بقى اللي حاولهولك ونفذيه بالحرف الواحد. هبعتلك فيديو على موبايلك. وقال لها على خطته. وقالت له تولين: هو انت كنت في الحفله دي؟ يعني بذكائك يعني مين جاب الفيديو؟ نفذ اللي بقولك عليه وخلاص. ماشي يا محمود. وعند رنيم كانت قاعدة في البلكونة منتظرة سيف، واتفاجئت بوجود تولين. داخلة هنا تعملي ايه؟ اطلعي بره. اهدي بس، مش لما تعرفي انا جايالك ليه؟ مش عايز اعرف، اطلعي بره. الحق عليا ان عاوزة افوقك. في واحدة من صحباتي كانت حاضرة حفلة وبعتت لي الفيديو ده. كانت رنيم بتسمع ليها وحاسة بالنار اللي بتاكل في قلبها وعينيها على الموبايل، وهي شايفة سيف وهو بيرقص مع واحدة متعلقة بدراعه ولابسة فستان فاضح. خدي تليفونك والسم اللي جواكي واطلعي بره، اطلعي بره، فاهمة؟ وبعد ساعتين دخل سيف، وكانت رنيم قاعدة شاردة في أفكارها وهي قاعدة في الضلمة. قاعدة في الضلمة كده ليه؟ ما جاوبتش عليه ورجع من الحمام بعد ما غير هدومه ونام على السرير وقعد يتأملها، وعرف ان هو كان قاسي معاها علشان رفض يخرجها مع ياسمين لحد ما نام، فكان مرهق جدا. وفضلت رنيم مكانها وعينيها على سيف اللي كان غرقان في النوم. فضلت على الحال ده وهي مش عارفة قد ايه عدى من الوقت عليها. ولفت نظرها هدوم سيف وشافت على القميص بتاعه احمر شفايف فاقع. ارتعشت لدرجة ان رجليها ما عادتش شايلاها وهي شايفة دليل خيانته قدامها. راحت ناحيته وعينيها بتطق شرار، وراحت كبت عليه كوباية مية وقالت له بصوت عالي: انت بتخوني يا سيف. قام سيف مخضوض وقال وهو متنرفز: ايه الهباب اللي انت عملتيه ده؟ هباب؟ انت لسه شفت حاجة؟ اصحى وفوق لي كده بدل ما صور لك الليلة جريمة. في ايه؟ في ايه الدوشه اللي انت عاملاها دي؟ مش عارف في ايه. يا بجحتك يا اخي، بجحتك؟ اتكلمي عدل بدل ما اقسم بالله يا رنيم اخلي ليلتك سودة. قالت له بغضب، والاول مره يشوفها سيف وهي متعصبه كده: انت كنت فين ومع مين طول الليل؟ ما يخصكيش. وكمل ببروده وهو بيزيد الطين بله:
ما يخصكيش انا كنت فين ولا مع مين، فاهمه ولا تحب افهمك بطريقتي؟ ما سمعتش رنين كلامه. ما يخصنيش، طب وديني لوريك. وقعدت تدور حواليها في الاوضه لحد ما وقعت عينيها على الفازه ورمته بيها. انت كنت فين؟ اتفادت ضربه واسودت عينيه من الغضب. انت اتجننتي؟ ايه الهباب اللي انت بتعمليه ده؟ رمت القميص في وشه. ها اتجننت؟ انا هوريك بقى الجنان على اصوله يا سبيه، لو ما قلتش دلوقتي حالا الروش ده جه على قميصك ازاي. بص سيف على القميص وفهم كلامها ورجع ظهره لورا وقلب برود. قصدك يعني اني بخونك؟ لو كنت بخونك هتعملي ايه يعني؟ وراح مضير وشه الناحية التانية وقال، يا ريت بعد ما تخلص الدراما اللي انت عاملاها دي تطفي النور علشان عاوز انام. اندفعت رنيم ناحيته في ايديها السكينة اللي كانت في طبق الفاكهة، وراحت نطت على السرير وقعدت تضرب فيه وفي ايديها السكينة. عايز تعرف هعمل ايه؟ هقتلك يا سيف، والله لا اقتلك. مسك سيف السكينة منها وقال لها بغضب، عاوزة تسمعي ايه؟ عايزة تسمعي اني بخونك؟ ايوه بخونك يا رنيم. عايزة تفهميني يعني ان لو عرفت واحدة غيرك هيفرق معاكي او حتى يأثر فيكي؟ وراح بلع كلامه مجرد ما شاف رنيم انفجرت في البكا، وهو مش مصدق ان هي ممكن تنهار بالشكل البشع ده. حاول ان هو يهديها. رنيم رنيم اهدي اهدي، والله ما حصل حاجة. قعدت تقاومه فيه وتدفعه بقسوة. والله ما خنتك، اهدي يا حبيبتي وانا هفهمك كل حاجة. ابعد عني ابعد عني بقولك. الروش اللي على القميص ده بتاع تولين. تولين؟ قال بسرعة قبل ما تفكر في اي حاجة بينه وبين رنيم. وانا اطلع السلم خبطت فيها وكانت حاطة روج وهو اللي بهدل قميصي. بصت له هي لسه في حال شك. بعد عنها لما شاف تعبيرات على وشها توحي انها مش مصدقاه. راح مسك تليفونه ورن على تولين. ايوه يا سيف. تولين، ايه اللي حصل في قميصي لما قابلتك على السلم؟ قميص؟ قميص ايه يا سيف؟ انا مش فاهمه حاجه، انت هتستعبطي؟ معلش يا سيف، اصل كنت نايمه. انت قصدك لما خبطت فيك على السلم والروش بتاعي طبع على قميصك؟ هو في حاجه يا سيف؟ لا لا مفيش حاجه. وراح قفل الخط وقال لرنيم، ها صدقتي؟ اتنفست رنيم براحة وافتكرت الفيديو. طب مين دي اللي انت كنت بترقص معاها في الحفلة النهاردة؟ دي بنت واحد من شركائي يا رنيم، ورقصت معاها 3 دقايق بس مش اكتر، واتحججت بعدها ان عندي مكالمة. طيب ليه قلتلي انك بتخني؟ راح خدها في حضنه وقال لها، اسف يا حبيبتي، انا اسف مش عارف عملت كده ازاي. هديت رنيم وعدى يومهم بسلام. وتاني يوم الصبح صحي سيف وبص لرنيم اللي كانت نايمة في حضنه وهو بيمرر ايده على شعرها بحنان، وفاق من تأمله ليها بعد ما سمع صوت جواه بيسخر منه ومن ضعفه ناحية رنيم، وافتكر كلام الراجل الوقح اللي دخل عليها الأوضة واستغلال رنيم له علشان توقعه في فخ الزواج. قام بسرعة ولبس هدومه وخرج. وبعد حوالي ساعتين صحيت رنيم على صوت تليفونها. ازيك يا رنيم، عاملة ايه؟ الحمد لله يا ياسين. بص يا رنيم، عاوزة ابلغك رسالة، سيف اضطر يسافر النهاردة الصبح ومش عارف هيرجع امتى. سافر؟ سافر فين يا ياسين؟ سافر فرنسا، هيخلص صفقة. طب هو ليه ما بلغنيش بنفسه؟ لانه كان مستعجل، بس هو اكيد لما يوصل هيكلمك. تمام يا ياسين، سلام. دفنت وشها في المخدة وانفجرت في البكا، وهي عارفة كويس ان سيف بيهرب منها. ولحد هنا تخلص حلقتنا، بس حكايتنا لسه ما خلصتش. يا ترى سيف سافر فين؟ وايه هي حكاية السفر المفاجئ ده؟ ويا ترى هو فعلا بيهرب من رنيم ولا في حاجة تانية؟ ده طبعا اللي هنعرفه في الحلقة الجاية. ما تنسوش بقى دعمكم ليا باشتراك ولايك يا أحلى متابعين، وفعلوا زر الجرس على الكل علشان توصل لكم الحلقة الجديدة. بحبكم جدا، أشوفكم على خير.